اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات اونلاين. انا دكتور عطيه، هنتكلم النهارده على الدفعه الجديده لدبلومه اداره الاعمال. بس قبل ما اقول لك ان حياتك هتتغير في الشهرين بتوع دراسه دبلومه اداره الاعمال، عاوز اكلمك على رحله المستهلك، لان الشركات الكبيره كلها والعلم الحديث بيتكلم على الكاستمر جورني، رحله المستهلك مع المنتج. فانا جايب لك نماذج محترمه من الزملاء اللي حضروا الدبلومات السابقه، وانت تدور على نفسك مين فيهم وتشوف تناسبك ولا لا، لان دبلومه اداره الاعمال متفصله ليك لو انت موظف كبير وشغال في شركة وعاوز تفهم الإدارات المنفصلة والمتصلة جوه شركتك عاملة إزاي، أو أنت موظف جديد جوه شركتك وعاوز تثبت أقدامك جوه الشركة وتعرف تتعامل مع المديرين اللي فوق وتتعامل مع العملاء وزمايلك اللي جنبك، وممكن تكون صاحب عمل وأنت البوب الكبير وعاوز تعرف تتعامل مع الموارد البشرية والموارد المالية والعملاء وإزاي تكبر شغلك وتنميه، وممكن تكون أنت موظف وعاوز تطلع من العباءة بتاعة الوظيفة ويكون عندك برايفت بزنس صغير أو عاوز تبتديه. وقبل ما اقول لك لو انت اتحمست، الحجز موجود في الديسكريبشن، خلينا نتفرج على نموذج نموذج ونشوف هم قالوا ايه. الدكتور عطيه، بخصوص دبلومه اداره الاعمال، وانصح اي حد عايز يبدا بدراسه البيزنس ان هو تراي تو جوين دبلومه اداره الاعمال، لانها كفر اول بوينتس وابديتد اكسبريشن. اما بالنسبه لي انا كنت تايه شويه لان كورسات البيزنس كتير، فدكتور عطيه قدر ينظم افكاري وعمل لي زي ماب او خريطه بحيث افهم ايه اللي محتاجه ومش محتاجه علشان اكمل فيه، وطبعا ده وفر لي وقت كتير وفلوس. كلام جميل قوي وجاي من اشقائنا في الكويت، خلينا نشوف الشباب بتوع مصر بيقولوا ايه. دبلومه اداره الاعمال صراحه انا ما كنتش متخيل حجم الاستفاده اللي انا هستفاده منها قبل ما اخد الكورس، لكن بالفعل الكورس اثر فيا بطريقه غير عاديه. خلاني اكون منظم الافكار، عرفني ازاي ارتب افكاري، ارتب وقت ازاي، اولوياتي، عرفني الادوات المختلفه في العمل اتعامل معاهم ازاي، اخاطبهم ازاي، خلاني اكون متخذ قرار بدون اي تردد، خلق عندي ميزه تنافسيه عن زمايلي، وده طبعا اثر عليا طبعا بالايجاب في الشغل. خلاني ازاي اعرف حقوقي لو في اي مشكله ولا حاجه. وطبعا مره ثانيه بشكر الدكتور عطيه، لان الموضوع بالنسبه للدكتور عطيه مش كورس وانتهى. مصر اصيل، خلينا نشوف زمايلنا الموجودين في الخليج العربي وزميلنا من قطر. صراحه دكتور انا استفدت وايد من هالدبلومه، انك شلون تكون فريق عمل وتطوره وتديره من زوايا مهمه، وانك تخليهم فريق واحد. وفي المبيعات بعد تعلمت انه لازم الواحد يكون طموح بس بواقعيه، وانه يراقب اللي يصير بالسوق علشان يبدا العام الجديد باستراتيجيه اقوى. وتعلمت ان المشاكل هي اللي تطور البزنس، وشلون تحلها باحترافيه وذكاء وتستغلها بعد. صراحه يعطيك العافيه دكتور على هالمعلومات، والله يجعلها في ميزان حسناتك يا رب. خلينا نروح بسرعه للاردن والناس اللي بتفكر في التجاره الالكترونيه. الكورس فادني كمهندس باني اعرف اشتغل صح بفتح الشركه الخاصه فيا، واعرف بمواضيع الاداره، اساسيات الاداره، واني كيف اتعامل مع الموظفين. هاي اكثر شغله فادتني فيها، وتطور يعني جميع المعلومات اللي انت تطورت بموضوع الاداره. وساعدني الكورس باني اعرف كيف اسوق المتجر تبعي او الشركه تبعتي والمنتج تبعي الخاص فيا داخل المنطقه وخارجها، واساسيات الماركتنج علمني اياها تعلمتها في الكورس كامله، وان شاء الله الاستفاده للجميع. يلا نرجع على مصر والناس اللي بتحب تعمل مشاريع خاصه بيها وتكبرها وتنميها. طبعا انا بشكر حضرتك جدا على الفتره اللي قضيناها مع حضرتك في دبلومه اداره الاعمال، وعلى التوبكس اللي احنا خدناها زي الماركتنج والاكاونتنج اند فاينانس الناشونال سيلينج، والفتره اللي احنا خدناها والحاجات اللي احنا درسناها مع حضرتك كانت كلها حاجات مفيده ساعدتنا كتير في البيزنس بتاعنا. انا واحد من الناس يعني بسعى ان انا اعمل مجموعه صيدليات، والحمد لله يعني كتير من الحاجات اللي حضرتك كنت بتوجهنا فيها وكنت بتشرحها لنا اثرت كتير والله عليا انا كشخص وعلى البيزنس بتاعي. فانا شاكر لحضرتك جدا يا دكتور. ان شاء الله في اي حاجه جديده احنا معاك يا دكتور باذن الله. نماذج حقيقيه تستحق الاشاده، ناس بتدور على نفسها وعاوزه تكبر من مهاراتها وبتكبرها وتنميها وتكبر شغلها. يبقى دبلومة إدارة الأعمال أونلاين تفاعلية لمدة شهرين كاملين على 16 محاضرة و8 مواد. بعد ما يتم إضافتك على جروب الواتساب وجروب التليجرام عشان يتبعت لك اللينكات ويتبعت لك كل المواد العلمية اللي باللغة العربية واللغة الإنجليزية والحديثة، تقدر كل محاضرة تتناقش معايا وتقول لي كل مشاكلك وكل الحاجات اللي حصلت في خلال الأسبوع، وبنحاول نساعدك إنك تحلها. ولو غصب عنك محاضرة فاتتك أو كنت مزوق، تقدر تتفرج على المحاضرة دي صوت وصورة بعد انتهاء المحاضرة وتخزنها على جهازك وتبقى مرجع ليك لو عندك أي مشكلة إدارية في أي وقت. تقدر ترجع للماتيريال والفيديوهات صوت وصورة. مش بس كده، علاقة مستديمة مع العبد الفقير إلى الله. لو عندك استشارة إدارية في أي وقت من الأوقات تقدر تبعت وتتكلم وكل حاجة إن شاء الله تخلص. بجانب اللي أنت تقدر تعمل علاقات وبزنس مع الناس الجميلة الحاضرين اللي من كل حتة في العالم. يلا احجز مكانك في الدفعة الجديدة، في وصف الفيديو في الديسكريبشن هتلاقي في لينك تدوس عليه وهيتجاوب على كل الأسئلة وتقدر تسجل وتحجز منه. يلا انضم لدبلومة إدارة الأعمال.
أعمال، وربنا يوفق الجميع ونشوفكم على خير بإذن الله. دكتور عطية.